الام هي اللي كتكون تستحق تاخذ الولاد، لان الاب تيكون خدام ولا تيكون ما كيعتنيوش بزاف ولا كتكون مع شي امراه اخرى، ولا يعني الام ديما كتكون هي اللي كتكون مشغوله بالولاد بزاف، وخا تكون خدامه تتخدم وكتجي عاوتاني تقابل الولاد ديالها. الا كانوا الاطفال باقين يعني صغار بزاف كتكون الام هي اللي من حقها الحضانه، ولا كانوا عاوتاني كبار شويه وعارفين يعني مسائل الصوالح ديالهم داكشي، يعني تيكون الاب افضل هو اللي يكون يقدر على التربيه ديالهم على حساب الماده يعني اللي كتكون موفره له فين يعيش الابناء ديالو، يعني هو اللي كيكون عنده الحق، يعني ماشي يعني هذاك اللي كيربيهم ما كيحرمش الشخص الاخر من باش يبقى يشوفهم داكشي، يعني كيبقى يخليه يزورهم باش يبقى قريب منهم عاوتاني باش تهماش كيبقاو حاسين بالاب والام في نفس الوقت. يبقى مع الحد ولا ذاك النهار ديال الحد راه ما كافيش، يعني ما كيشوفوا من السيمانه للسيمانه هذاك الدري صافي، يعني راه ولا عادي عنده بحال كيشوف شي واحد غير فهمتي، كيشوف شي واحد يعني بحال واخا راه الاب ديالو ولكن ما تيبقاش بيناتهم ذاك الالفه. يمكن ليه يشوفوا داك الشيء فهمتي، ماشي زعما غادي تحرم منه، ولكن الحضانه كتبقى ضروريه ملي كيدير الدري 15 عام ديك الساعه هو كيخرج، يمكن ليه يبقى مع الام ديالو ولا الاب ديالو، يعني عندك الساعه عنده اختيار. الا هي مشات تتزوجات ولا شي حاجه يعني كتسقط عليها الحضانه، يعني ما يبقاش عندها الحق. وهي كاع نقولوا في المثل عاش مع داك الطفل ولا ديك الطفله في دار راجل اخر ما غاديش يعاملوا بحالو بحال ولادو. هي ما خصهاش تزوج ماشي في صالحها، تبقى مكافحه مع وليداتها تيكبروا صراحه، ولا بقى صغيره وبغات تزوج راه هي تحمل المسؤوليه ديالها وذنوبها على داك الوليدات. الاولاد تيتشردوا والراجل حتى هو تيكون ما غيبقاش خدام، والمراه حتى هي ما عمرها تخدم، وحتى هي ما تيبقى المشاكل ما عمرها ما عندهاش حل، لان حنا كنمشيو نقلبوا على الثغرات في المحاكم والمسائل.